اليوم جد سعيدة لأني موجودة مع الوجوه النيرة، ونشكر لميا قاسمي على هذه الدعوة، نشكر الأخت ياسمين اللي عرفتنا بهذه الإنسانة الطيبة اللي تجولنا معاها في بلدنا الجميل، اللي شفنا التراث تاع بلادنا، شفنا اللباس التقليدي الرجالي، شفنا المناطق الجزائر، ومدى بينا هذا التراث ما يموتش. إن شاء الله الأجيال القادمة يستحفظوا بهذا اللباس التقليدي. منتدى حزية للعادات والتقاليد الجزائرية، وهذا الموسم هو المنتدى الثاني الذي تحدثنا عنه، عن اللباس التقليدي الرجالي. هذا اللباس الثري الذي يعتبر ميزة خاصة بالنسبة للجزائريين، وله أصالة وله عراقة يعني عريقة جدا تمتد عبر التاريخ، وله أيضا علاقة بالتراث الجزائري العريق. وطرقنا الموضوع كما قلت لكم، اللباس الرجالي تاع زمان كيفاش كانوا يلبسوا الفرسان ولا في سالف الايام. هضرنا على الغليله، على السروال، على الشمله، على الشاشيه. ولادنا يعني لازم ندخلوا لهم هذه الاشياء تاعنا اللي نضن عليها، نحببوها لهم. سعيدة اليوم وأنا أحضر هذه المنتدى حزية في طبعتها الثانية. أشكر السيدة المحافظة الزميلة لميا قاسمي على هذه مثل هذه المنتديات، خصوصا وأنها تحاكي التراث، وهنا نعرف الجزائريين اليوم بحاجة إلى الحفاظ على هذا التراث الجميل جدا، يعني المواضيع الجميلة جدا والهادفة، خصوصا اليوم زي يعني زي التقليد الرجالي، وإحنا نعرف أن التقليد في الجزائر وكل ولاية من ولايات هذا الوطن الحبيب له تقاليد خاصة. اليوم في المنتدى اليوم ناقشنا اللباس التقليدي الرجالي، وهو يعني فضاء متنوع جدا جدا وأصيل أصالة الجزائر وتقاليدها وتراثها. نتمنى أنه اللباس التقليدي بشكل عام يعني يبقى مستمر، سواء من ناحية الأبحاث والمعلومات التاريخية، سواء من ناحية الاستعمالات.